عفنا من توا حتى يكشل الاربع نتاع العشية توا ماضي 3:17. موضوعنا اليوم هو هشاشة العظام. بدي كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذايا تنجموا تكلمونا على 31 380. الف معنا دكتورة نهال مدب أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. بالجواب على التساؤلات نتاعكم الكل من توا حتى يكشل الاربع تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. كنا دكتورة في البارتي الأولانية كنا فسرنا وعرفنا شنو هو هشاشة العظام وحكينا بلزوم على الأعراض وإلى الانكسات نتاعو. وشوي آخر باش نحكيو على العلاج والتشخيص. من قبل هذين نكملوا في الأسباب اللي تنجم تكون سبب في الحالة المرضية هذه اللي هي هشاشة العظام. ملا كما قلنا اللي فما حالات عدة معناتها عديدة اللي تتسبب في ظهور هالحالة هذه. أولا لازم تعرف المريضة ولا المرأة المواطنة التونسية اللي المرض هذايا عنده جانب وراثي. كي تبدأ المرأة في سن 50 سنة مثلا لازمها تشوف أمها خالاتها أخواتها الكبار مثلا كان عندها أخواتها فوق في 60 وكل عندهم شي هشاشة. فماشي شكون مات في العائلة مثلا بكسور في الحوض. هذوما كي تتفطن اللي فما وجود حالات هشاشة لازم تقوم بالتشخيصات اللازمة خاطر فما وجود حالات في العائلة تعطي أكثر فرصة باش تظهر عندها هي. ثانيا التقدم في السن كما عطيتك الإحصائيات اللي أعطيناها من قبيلي اللي قد ما تتقدم في السن مش كما امرأة عمرها 50 سنة كما امرأة عمرها 70 ولا 80 سنة قد ما تتقدم في السن قد ما الشانس باش تظهر الهشاشة أكثر. به فما زادة النساء ولا الرجال زادة كيف كيف اللي يطيحوا ياسر كيف يبدأوا متقدمين في السن. ساعات فما مرضى عندهم دواء نتاع اعصاب خاصه في المريض يتقدم في السن فما شكون يشكي بقله النوم يعطيه طبيب الاعصاب شويه حبوب ترتحوا شويه في الليل اكل الحبوب هذيك كي يرقد ويقوم في الصباح عنده معناتها يبدا الخمول يبدا فما خمول كي يعطيك الصحه معناتها المشيه نتاعو ما تكونش ثابته يجم يطيح وكل طيحه فيها معناتها ريسك كبير ياسر نتاع كسور. فما أدوية ناخذوهم لأمراض مزمنة كي الكورتيزون. الكورتيزون كي ناخذوها بصفة متواصلة كي تفوت الفترة نتاع أخذ الكورتيزون يفوت على 3 أشهر وقتها فما ريسك كبير باش أكل الدواء هذاك يأثر على العظام ويعطي هشاشة. فما بعض الحالات الضعف الكبير فما عباد ضعاف ياسر معناتها ضعف مرضي نجمو نقولو اكل الضعف المرضي كيف لانديس دو ماس كوربوريل يكون اقل من 19 خاطر ماك تعرف الوزن ناخذوه نقيسوه باللي ام سي لانديس دو ماس كوربوريل كيف يكون اقل من 19 الوغ كو نورمالمون لازم يكون من ما بين 22 و 25 كي يكون اقل من 19 حاله هذيك تؤدي الى ظهور حتى عند المراه الشابه معناتها في عنفوان شبابها. فما نساء مثلا يحبوا يخدموا يحبوا يعملوا مانكينا مثلا يحبوا يوليوا مانكان يوليوا ما عادش ياكلوا يضعفوا رواحهم ياسر وفي الحاله هذيك تظهر هشاشه العظام. التدخين زاد التدخين الحاد المفرط عند المراه ولا عند الراجل يعطي ظهور هشاشة العظام. بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري مثلا مرض السكري اللي هو موجود بكثرة في الشريحات العمرية الكل يؤدي زادة إلى ظهور هشاشة العظام. التهابات المفاصل المزمنة اللي نشوفوها في حالاتنا احنا كيما البوليارتريت روماتويد بعض الأورام كيما الكانسير دو سان مثلا في العناية نتاعو في اللهوة نتاعو لازم الطبيب يدقق ويعمل تشخيص للتثبت لوجود ولاء من هشاشة العظام. فوالا. فما الغدة الدرقية دكتورة مسؤولة على هشاشة العظام ولا لا؟ الغدة الدرقية كما قالها السيد من قبيلي كي تبدا عندك افراط في الخدمة نتاعها ليبرتيرويدي تنجم زادة تعطي ظهور هشاشة العظام. باهي، اسكو عمليات الجراحية في الجهاز الهضمي تنجم تتسبب في هشاشة العظام ولا لا؟
عمليات جراحية إذا كان فما عمليات مدققة وصعيبة معناتها كما تقولوا غاستريكتومي كما نقصوا قسم كبير من الاستوما هذيك تجم تعطي معناتها مشكلة في كيفاش لابسوربسيون نتاع الكالسيوم امتصاص نتاع الكالسيوم والفيتامين دي اللي هما لازمين باش يكونوا الكتلة العظمية تنقص وينتج عليها معناتها تهشش في العظام. دكتوره فما شكون يسال فينا اسكو اللي يعانيوا من الاكتئاب الحاد والاكتئاب الحاد وياخذوا دويات نتاع الاكتئاب الحاد على مده طويله ولا فتره طويله ينجم يتسبب في هشاشه العظام. ايضا الاكتئاب الحاد وحده وبالدواء نتاعو زاد حالتين اللي يظهر فيهم هشاشه العظام. باهي فما شكون يسال فينا زاد دكتوره اسكو جينيرالمون النساء اللي يعانيوا من سرطان الثدي وخاصه اللي يتعرضوا للعلاج الكيميائي ينجم يتسبب في هشاشه العظام. انا قلتها لك انا تو بعض الاورام وخاصه سرطان الثدي يعرض المريضه الى ظهور هشاشه العظام. كيفاش دكتوره تو كي يجيكم المريض كيفاش تجي عمليه التشخيص؟ كيفاش تشخصوا المرض؟ لازم التشخيص ما يكون معمول الا في الحالات اللي لازمه. معناتها ما لازمش نلقاو في العيادات مريضه عمرها 20 ولا 30 سنه ما عندها حتى فاكتور دو ريسك تقول لك اعمل لي تشخيص على الهشاشه. خاطر التشخيص على الهشاشه فيه كلفه. فهمت؟ فيه صوره نسميها لوستيودنسيتومتري هي نوع من السكانير معناتها صوره مركزه يقوموا بها معناتها اطباء الاشعه تعطي صورتين صوره على العمود الفقري وصوره على الحوض وتقيس الكتله على المستويات هذه وتقارنها بارقام عالميه مستعرفه بهم لو ام اس لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي. الوغ الاوستيودنسيتومتري هذيك تعطيك دي شيفر انواع دي شيفر نسميهم ان زد سكور ودي شيفر ان تي سكور. لي شيفر اللي نستعملوهم هما ان تي سكور لازم باش نقولوا فما هشاشه لازم يكونوا اقل من 2.5%. فما حالات اللي مش هشاشه ولكن بدايه ما بين اذا كان النتيجه تكون ما بين 2.5 وواحد تحت الصفر هذيك حالة بداية وفوق إلا واحد هذيك حالة طبيعية. دونك اون ديفياسيون ستاندار بارابور اون بوبولاسيون دو ريفيرونس نعملوا هاك القياس هذاك إذا كان لقينا اللي لو تي سكور عند المريض أقل من موان 2.5 ديفياسيون ستاندار par rapport à la population la population de référence وقتها نقولوا اللي المريضه عندها هشاشه عظام والنتيجه هذه نتيجه معناتها بسيطه والمريض يفهمها خطر فيها الوان فيها اللون الاصفر واللون الاخضر واللون الاحمر. اذا كان النتيجه نتاع المريضه جات في اللون الاخضر راهي ما فماش هشاشه بالكل. اذا كان في اللون الاصفر راهي بدايه هشاشه معناتها اونتر موان 1 اي موان 2.5 واذا كان في الاحمر راهي فوق الموان 2.5 وقتها هشاشه. وانت كي النتيجه معناتها تجي توريها للمريض وتفهمه وتقول له انت هوني راهي الحاله نتاعك اما حاله متطوره ولا بدايه ولا 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 ما فماش هشاشه بالكل. كيفاش نجموا نعالجوا هشاشه العظام دكتور؟ هشاشة العظام اولا هي نركز اول حاجه على الوقايه البدائيه لا بريفونسيون بريمير. لازم الانسان من طور التطور معناتها ملي هو طفل في عهد الطفوله والشباب ناكدوا ياسر على الاكل المتوازن. فهمت؟ لازم الاكل يكون فيه برشا خضر فيه حليب ومشتقات الحليب بالصفه هذه معناتها تكون الاكل فيه متوفر فيه الكالسيوم والفيتامين دي بصفه متوازنه. لازم يكون برشا غلال ايضا لازم تكون برشا حركات يعني ناكدوا برشا على الرياضه
من الطفولة، خطر الحركة والمشي تقوي كتلة العظم، وهذا زاد حتى عند الشاب ولا الكهل ولا الشخص المتقدم في السن، نأكدوا عليه ياسر. نأكدوا على شوفان الشمس، لازم الطفل ولا الشاب ولا الكهل يخرج معناتها بصفة عادية ومتداولة ويشوف الشمس كسوا في الشتاء ولا في الصيف، ما يخافش من معناتها برشا نساء يقولوا لك احنا نستناو حتى العشية باش الشمس تتنحى ونخرج ونقضي وقضيتنا. ماهيش حاجة باهية، خاطر الشمس فيها فيتامين دي اللي هي تتعدى من الجلدة وتتكون معناتها عندها دور كبير ياسر في تكوين الكتلة العظام. هذه للوقاية. العلاج اون فوا معناتها عملنا شخصنا المرض بالاوستيودنسيتومتري، لازم ناكدوا اللي فما هو في على مستوى العالمي فما برشا انواع للعلاج، ولكن في تونس احنا عندنا العلاج اللي يوقف تاكل العظام، لي اجون انتي اوستيوكلاستيك، معناتها سو سون لي بيسفوسفونات. لي بيسفوسفونات هذوما دويات موجوده ياسر، يضمنهم الصندوق القومي الضمان الاجتماعي، يعطيهم للمتخارطين فيهم، خاطر السوم تاعهم يتسمى عالي شويه بالنسبه لمستوى عيش المريض التونسي. العلاج يدوم ما بين 3 سنين و5 سنين. هما على أنواع حبوب تتعطى حبة في الأسبوع، مثلا نقولوا للمريض يختار نفس اليوم باش ما يغلطش، مثلا كل يوم أحد يقولوا له اليوم أنا هو اليوم النهار اللي يساعدك، يقول مثلا نهار الأحد خاطر ما نخدمش نرتاح، نقول له ما لا، تقوم في الصباح على الخوا تكون واقف، قمت من فرشك تاخو أكل حبة هذيك بكيس ماء كبير من السبالة وتقعد ما ترجعش ترقد مدة نصف ساعة، ما تاكل حتى شيء، وبعد تاخو ما تصليش زادة، ما خاطر برشا عباد يقولك كان ما ناكلش نجم جو بروفيت باش نصلي نهاري ولا حاجة، ما تعمل حتى شيء، تنجم تخمل تحضر الفطور متاعك، تنجم تتفرج على التلفزة، وبعدك نصف ساعة تاخو الفطور متاعك وما نرجعو للحبة كان نهار لحد جاي. يظهر لي دواء سهل ما فيهش معناتها ما فيهش خطورة، ما يقلقش إذا كان نحترمه وسيلة الأخذ نتاعو، ما يقلقش، خطر إذا كان مخذيناش هكاكا يجم يعمل أوجاع، يجم يعمل غفلو معناتها جاير شوية جاير في الـ في الـ في الـ في المعدة في المعدة. ما بين كي نبعدوا على النهار هذاك، في الأيام الستة الباقي في الأسبوع لازمنا ناخذ شوية كالسيوم وفيتامين دي باش يعاون على دونك تقوية العظام وتقوية الكتلة للعظام. كي نبداو الدواء لازم نراقبوا المريض، نراقبوا المريض اولا بصيرة سريرية، يعني المريض لازم على الاقل نشوفوه مرة في 6 شهور، نشوفوه فماشي ظهرت عنده اوجاع كبيرة مثلا على مستوى عمود الفقري، كل وجع كبير وحاد لازم يخلينا نخمو في كسور فقرة من الفقرات اللي هي معناتها تعطي اوجاعة حادة، والتشخيص بالأشعة العادية ولا بسكنير يوري الكسور هذه. لازم نثبتوا المريض طاحشي على يده، تكسرشي في كتفه، تكسرشي في الحوض، عملشي عملية. ثاني حاجة نقيسوه المريض، خاصة المرضى المتقدمين في السن لازمنا نتعلموا باش نقيسوا الطول متاعه من حصة إلى حصة، خطر هشاشة العظام تعطي بصفة معناتها فقدان شوي في الطول، فقدان في الطول، والفقدان هذاك ناتج على كسور بسيطة جدا اللي ساعات تتعدى الباسينا بيرسو، ما يشوفهاش المريض، يجيه وجيعة شوية
مدة أربعة خمسة أيام وتمشي على روحها، وذاك كسر بسيط اللي معناتها ما 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 هزش المريض للطبيب، ما عطاهش للطبيب. دونك هذيك هي المراقبة متاع المريض، وهذه دونك مراقبة سريرية. المراقبة بالأشعة لازم بعد كل سنتين نعملوا نعاودوا تصوير الاستودانسيتومتري باش نشوفوا الدواء هذاك مشى مع المريض ولا الكتلة متاع العظام قاعدة تزيد ولا تحسنت. فهمت؟ وساشان كو ما تعرف الكنام عندها بيجي ما تعطي بريزون شارج للمرضى كان بعد ثلاثة سنين. بعد ثلاثة سنين هذيك نعملوا معناتها اون ايفالواسيون جلوبال، كان المريض تحسن وما عندوش كسور والكتلة تحسنت نوقفوا الدواء ونقعدوا نتبعوا فيه معناتها بفحوصات عادية. إذا كان ظهرت دو نوفو معناتها دي كومبليكاسيون ولا كسور ولا هبوط في الـ في في الـ في الاعداد في الاستودانسيتومتري نجمو نعاودو من جديد نداويو بنفس بالعلاج. يعطيك صحة دكتور على توضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كشلو الاربع متاع العشية، تليفون على دمتكم 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو هشاشة العظام، بحضنا الدكتورة نهي المدب اخصائية في امراض المفاصل والعظام والروماتيزم. باش تجاوب على تيم مش نوقع بعد نجاوبوهم. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان. مرض هشاشة العظام مرض معناتها نتصور اللي هو ناتج عن عدة أسباب، منها معناتها نقص شرب الحليب ومشتقاته اللي هو معناتها يعطي كالسيوم، ونقص الفيتامين دي زاد كيف كيف هو سبب من أسباب اللي يجعل العظم تاع العبد هش. حكم كبر السن معناتها كل مرة البدن ما يخوش معناها اللي حاجته من فيتامين دي، دونك يوصل أنه يكبر في العمر يولي العظم تاعو هش بصفة عادية معناها. وزاد حتى في اللي عنده معناتها مشكلة في الغدة الدرقية زاد يكون سبب من الأسباب اللي يخلي العظم تاعو هش. الام بعد الرضاعه بالذات وتقعد تجبد من العظم وما ترجعش اللي حاجته به للبدن، يعني اللي خرجته من البدن ما تنجم ما قادر ترجع فيه بالكافيه اللازمه دو فاسون يولي فما نقص في الكالسيوم وفيتامين دي. الارتروز على حسب ما عرفتي تجي في المفاصل، مثلا تجي وجيعه في الرقبه من تالي، في الظهر، في الركيب. وانا نتصور من العبيد مثلا اللي تخدم في الليل والا وتقعد برشا في الندوه، وإلا العباد جينيرالمون حسب ما يقولوا من عرش تمشي حثيانة من الصغرى يعدي لها من بعد يرجع لها في الكبر. اللي نعرفه على هشاشة العظام هي الواحد يولي فيسا يتكسر، معنا العظام متاعي يولي ما عادش صحيح، المفاصل متاعي توجع، برد صغير يحكم فيه، بوا زايد يحكم فيه، من نجمش يتحرك بالكدي سبور، من نجمش يعمل بالكدي، يولي كل شيء خاف منه. حتى العمر زاد في بالي عنده دور، الصغار مش كيف اللي عندهم هشاشة العظام مش كيف الكبار اللي عندهم هشاشة العظام. نعرف زيد انه هو عند النساء اكثر من اللي عند الرجال، خاطر النساء سورتو اللي يجيبوا الصغار وكل شيء ذوكم يرضعوا يولي الكالسيوم عندهم ينقص يولي هما اكثر عباد يتعبوا كي يبدا عندهم هشاشة العظام. ونعرف زيد انه ما عندوش دواء، يلزمهم ياخذوا كان المسكنات والمهدئات وقت اللي يكون عندهم ديكريز وجايع. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان. موضوعنا اليوم هو هشاشة العظام. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. بحضنا الدكتورة نهي المدب أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم. دكتورة كنا نسمع فيهم في الميكرو تروتوار كل واحد شنو رجع الأسباب متاع هشاشة العظام، فما شكون قال نقص في الكالسيوم، فما شكون قال نقص في الفيتامين دي، وفما شكون قال زادة مربوط بالمشاكل متاع الغدة الدرقية، وفما شكون زادة قال أنه العباد اللي تقعد برشا اللي تحرك برشا فما قابلية أنه العظام تاعها هذيا تتكسر بسهوله ولا يعسوا برشا وجيعه في المفاصل. فما برشا حاجات في اللي قالوها فما صحيح وفما الغلط نصلحوها تباعا من هنا حتى الاربع نتاع العشيه. اما قبل خلينا نفسروا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كيفاش نجموا نعرفوا هشاشه العظام شنو هو المرض هذا. يعطيك الصحة على طرح المشاكل اللي معناتها الناس في الشارع الكل يحكيوا عليها، معناتها الأسئلة اللي سألتوهم للناس في الشارع تعطي فكرة عامة على مستوى المريض التونسي والمواطن التونسي ورأيه بالنسبة للموضوع هذا. اولا هشاشه العظام اللي اسمها معروف باللغه الفرنسيه لوستيوبوروس، هناك خلط كبير
عند المريض التونسي ما بين هشاشة العظام ولاختخوز. جوستومون ديجا واحتكاك الغضروف. احتكاك الغضروف هو لاختخوز وهشاشة العظام هي لوستيوبوروز. فما خلط كبير ياسر الناس تتصور اللي هو نفس المرض. هما زوز امراض مختلفين جدا. يظهر لي عملنا احنا في حلقة سابقة حكينا على احتكاك الغضروف اللي هو لاختخوز اللي هو مرض يجي في المفاصل يجي عند الناس الكبار عند الناس اللي بصحتهم معناتها احتكاك في المفاصل لاختخوز. لوستيوبوروز هو مرض ما يمسش المفاصل هو يمس العظام. هو معناتها يتجسم في نقص في الكتلة في العظام. معناتها نقص في المينيراليزاسيون دو لوس معناتها ما تعرف العظام هو مادة يجي فيها الكالسيوم الكالسيوم هذاك يلصق بشوية بشوية باش يعطيه القوة متاعو باش يمكن المشي والحركة. اللوستيوبوروز هو نقص في الكتلة في كتلة العظم على مستوى العمود الفقري والعظام العظام الأطراف الأيدي والرجلين يعني الهيكل العظمي الكل. لكن نقص في العظام يؤدي بتيت ابتي تدرجيا الى ظهور كسور تجم تكون بسيطه كما تجم تكون قويه ومعناتها تعرض الانسان حتى لا يقدر للموت. فهمت هذه هو مفهوم هشاشه العظام او لوستيوبوروز. باهي دكتور اقول القائل شنو الاسباب نتاع المرض هذا؟ علاش نصير نمرضوا به ولا شنو عوامل الخطر اللي تنجم تكون سبب في أن نمرض بهشاشة العظام؟ شوف أولا قبل نحكي لك على الأسباب لازم يعرف المواطن والمريض التونسي اللي هشاشة العظام هو أنا ما نسميهش مرض هي 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 حالة مرضية. علاش حالة مرضية؟ خطر في الحالة العادية العبد الإنسان اللي عنده هشاشة عظام ما عندوش علامات هو ما يتشكى بحتى شيء. ما يمشي للطبيب كان كي تظهر انعكاسات على المرض دي كومبليكاسيون اللي هما الكسور. فهمت؟ هو الكسور هو اول سينيال يهز المريض للطبيب. وهاك السينيال هذيك ديجا هو معناتها سيت اون كومبليكاسيون. هشاشة العظام لازم نعرفوا اللي هو مرض موجود بكثرة. نعطيك بعض الإحصائيات. مثلا عند المرأة بعد الخمسين سنة نجم نقولك اللي 40% من النساء بعد الخمسين في الخمسين سنة كي نعملوا لهم التشخيص نلقاو عندهم هشاشة العظام. بعد 80% بعد 80 سنة ما بين 70 و80% من النساء اللي فوق 80 سنة عندهم هشاشة عظام. هي حالة تمس النساء في 40% بعد انقطاع العادة الشهرية. بعض الأعداد أخرى بالنسبة للإنعكاسات المرض هذا نجم نقول لك اللي في كل سنة نسجلوا 50,000 حالة كسور في الحوض فراكتور دو كول دو فيمور ناتجة على هشاشة العظام. هذا كل باش نوعيوا المريض خاصة المريضة خاطر هي مرض يمس أكثر النساء إلى الانتباه إلى الموضوع إلى معرفة الحالات اللي تسبب واللي معناتها تكثر في وجود الحالة المرضية هذه. به دكتورة من الحالات اللي تسبب في وجود الحالة المرضية هذه باش نحكي عليها شوية آخر دونك نذكركم اليوم موضوعنا هو هشاشة العظام تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف بحضنا دكتورة نهيل مدب أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الأربعة متاع العشية تنجموا تطلبونا على 31 380. جيست باش نسأل الدكتورة أنا عندي توا قرابة 12 سنة ولا 14 سنة تعرضت الحادث بسيط بضربة باش نكونوا واضحين بعده بمدة كي خرجت رجعت للدار قعدت عندي البسان معناتها جيست من البسان حتى التقية في شيرة قلت عليه انفصلت على سنين فهمت وظهري معناتها بعيد معناتها على بعضه.
عندما الشاتري اللي ثاني يشوف له على جنب هكي تخليه محطوط حتى واحد هز وحطه على جنب من جزاء الضربة هذيك القوية. فهمت؟ بعدها قعدت نعاني ومشيت للسبيطار وعطاوني دويات وكذا 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 وكذا. قالوا لي من جراء الضربه هذيك خاطر انا في النوم تسول نتاع الظهر قال لي طبيب بعد على بعضه معوج ولا قعدي ما نعدي 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 ديما وجيعة في سقايا في ظهري سنين ودويات وقعدت قرب شهر ونص مش على سقايا ما نتحرك كانت يهزوني ويحملوني في تسكي باش نعمل حاجات الخاصة وكل شيء. عندي عامين وثلاث سنين قعدت بالسانتور زادا قرات لمدة خمسة سنين زادا بعد عندي توا عامين ولا ثلاثة ديما وجيعة نحس فريدا في ظهري نحس خش علي هذا بورتو عملت ريجيم نحس في حاجات وبعد عندي الكل عادة شهرية مش عارفة تجيني بكريز عالمي معناتها وجيعة توصلني للسبيطار وسيروم ودويات بعد اكتشفوا لي انا عندي ديكليس في بالهم معناتها مثل الوجيعة معناتها الوجيعة دليل على هذاك فهمت كيف عم يطلبوا عليا اليارين شي تعمل سيارين يلقاو دي كيف تلوكم خارجين من التلسول نتاع الظهر على ما يكبروا يوصلوا يمسوا لي معناتها الارحام طريقه فهمت بويبات اللي هذوكم يوصلوا لي الوجيع مشيت للطبيب نتاع الاعصاب وطبيب العظام وجريت باش نلقى حل للحاله هذيا اللي عندي قال لي ما نجموش نعملوا لك عمليه مدام هي تتطلب عمليه جراحيه ما نجموش نعملوا لك عمليه وما عندهمش دواء قال لي هذايا المرض اللي كدار معناتها ماهوش موجود وما عندوش دواء انا تعبه برشا وزين من ما تحركاتي بالحساب نخدم انا ديما وقفيه عندي بنيه نتحمل مسؤوليتها معناتها عندي ديما تنميل في اليدية ديما نتعب راسي ديما يوجع فيا وليت حتى من الثدي نتاعي يوجعني وزبوتي ويدي اليسار بالاخص مشيت عملت حتى المامولي كو قالوا لي ذاك من جراء العظم اللي قاعد يشد لك بحكم العوجيش باهي وفي هاي باش نجاوبك دكتوره باش نجمو ناخذوا تليفونات اخرين تفضل دكتوره بون انا تبعت الاعراض اللي انت تحكي عليهم هما اعراض ناتجه على الحادثه اللي قمت به معناتها كنت عرضه ليه ونتصور معناتها ظهر انزلاق في العمود الفقري ناتج على الحادث هذا هو اللي سبب لك في الارتخاء في العضلات على المستوى الارجل والاوجاع وكل اما ما هذه كل ماهيش علامات هشاشره انت ما لازمش معناتها يصير في مخك لخبطه ما بين الاعراض هذه واعراض الهشاشه الاعراض هذه ناتجه اكثر على معناتها دي كومبليكاسيون من الحادث لازم تشوف تركز مع الطبيبة اللي اتلها بيك وبقدرة ربي تو تلقى النتيجة إن شاء الله بلطف عليك سونيا نمشي لسيدي بوزيد معنا وفاء مرحبا بيك وفاء ألو عسلامة عسلامة للا مرحبا تحية لك وتحية لك يا دكتورة معاك تفضل للا دكتورة حاب نسأل الدكتورة أنا صغيرة تكسرت في يدي مالتي يمين وكبر وهي ديجا ماهيش بتوجع فيها خلاص معايا ما عادش نحس بها جنة وكبرت عندي ساقي اللي صار طحت هكا تكسرت في الكعبتي ظهرت لي عوجة جست وجيعة العوجة ذيك وتو عملت وقبل هكا حكاية أربع سنين ما طحت تشعرت ساقي اليمين الأخرى وتو حكاية 20 يوم التالي عملت أكسيدو قبل لي العظام نتاع ساقية تحت الركبة حبيت نسأل يا أخي هذا تدل على هشاشة العظام ولا لا؟ باهي تفضل دكتورة يظهر لي ما نعرفش تبعت انت اول برنامج ولا قلنا اللي معناتها من شخص المرض الا ما نعملوا صوره لو انت عندك حالات اللي معناتها عندك كسور متعدده حاله الكسور متعدده هي من الاسباب
اللي تؤدي في غالب الأحيان لظهور الحالة المرضية متاع هشاشة العظام. ولذا أنا ننصحك باش تمشي تشوف الطبيب المباشر متاعك وتحكي له على المشاكل اللي عشتها، وهو في الوضعية هذه مش يطلب لك الأوستيودنسيتومتري اللي هي مش تأكد أنت عندك ولا ما عندكش. إذا كان عندك المرض هذا مش تبدأ في العلاج متاعه وبقدرة ربي تتحسن والكسور تنقص. دكتورة فما شكون سألتنا عندها ولدها عمره 12 سنة حتى هو نفس الحالة كيما وفاء وديما يتكسر، تسأل فينا اسكو هشاشة العظام تنجم تجي في عمر صغير كيما نكي وإلا لا؟ هشاشة العظام تنجم تظهر في بعض الحالات النادرة عند الطفل، ثم أمراض وراثية اللي العظام نتاعهم رهيف ياسر يتكسر بسهولة، هذاك لازم لهوة ما بين الطبيب المفاصل وطبيب الأطفال نشخصوا المرض ونعرفوا اللي هو من النوع الوراثي هذايا ولا، وفي حالة تذوكم تقوم بعلاج معناتها خاصة. ما لازم تعرف اللي هي حالات نادرة نادرة جدا. يعطيك صحة دكتورة. نمشيو الحمام الشط معنا درة. مرحبا بيك درة. عسلامة. مرحبا مرحبا للا. طيب كيف حالك؟ بلي حبيت نسأل، انا جي 34 ديجا، عندي بون في عملت تحاليل على اليرجي، عملت لي اناليز هذوما انتيكا فيغي، دونك سيتي با البوت نتاع الاناليز عملتها، كونو عندي مونك كبير في الفيتامين دي. حتى لي معناتها لي عملت لي زماني في اللابوغاتوار قالت لي معناتها سي بيزار، هي قالت لي اوتوماتيكمون عندك هشاشة عظام اللي اتناج بيزار باش يكون عندك هشاشة عظام بفاسون هذي، خاطر قالت فيتامين دي ويت عندي وشوف ايغور دو مابار، هي لا فالور مينيمال لازمها تكون 3 وانا عندي 8. En parallèle, il y a un temps, en fait, c'était Ramadan, bon, ça fait un temps, un temps, j'ai commencé à avoir des douleurs énormes au niveau de poitrine. Du coup, il y a un temps, j'ai cru qu'il y a un temps, il 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 y a un temps. دونك مشيت نشوف كاريمون لوكسي كونسير دو سانكو شاي طلعت الحمد لله لبيت. من بعد كي خرجت الريزيتا دي زاناليز كي قالت لي هي هشاشة عظام، قلت بيان دونك تا اكسبليك لو فيت ابريوري لا دولور كو جو معناتها سونتي على ليبوك سيتي بليتو مونك نتاع معناتها في العظام مش في حاجة أخرى. بون أنا مالوغوزمون جي با في سويت معناتها باش نشوف باش نكمل معناتها نعدي récemment on est en train de et là le peut-être le الأولاني على الفيتامين دي معناتها هل الهبوط في درجة الفيتامين دي يؤدي اوتوماتيكمون للهشاشة؟ نجم نقول لك لا، خاطر احنا عملنا دراسة وقتها انا كنت في مستشفى الرابطة وعملنا دراسة على ولاية منوبة وشفنا قسنا معناتها سوغ ان ايشانتيون من نساء قسنا لو تو دو فيتامين دي نلقاو اللي درجة هبوط الفيتامين دي في تونس درجة عالية ياسر، موجودة بصفة كبيرة ياسر عند النساء الكل،
برشا تفسيرات حاولنا نقدموها. تفسير أول العادات اللي مالت موجودة عند التوانسة عند نساء التوانسة، لباس الخمار مثلا ياسر يعطي هبوط في الفيتامين دي، خطر ما يخليش الشمس تتعدى. ولذا احنا ننصحوهم نساء اللي يلبسوا الخمار باش يلبسوا خمار يكونوا لونه فاتح، خاطر كي يبدا لونه فاتح ابيض ولا غوز ولا بيج ولا حاجه تتعدى اكثر من الخمار الاسود. والنساء اللي يجموا في ديارهم معناتها في اوقات الشمس يعريوا شويه على اطرافهم باش يتعدى تتعدى الفيتامين دي ونتفداوك النقص هذاك اللي في الفيتامين دي. هو التشخيص الفيتامين دي هو تحليل غالي، الكلفة نتاعو تقرب على 100 دينار. ما لازمش الأطباء ولا المرضى يطلبوه بصفة معناتها أوتوماتيك، لازم نعملوه إلا في الحالات اللي احنا نستوجبوها، خطر كما قلت لك برشا ناس لباس عليهم وعندهم حتى شيء، عندهم ديفيسيت فيتامين دي وهي حالة معناتها كان قيناها العلاج نتاعها بسيط ياسر والكلفة نتاعو بسيطة ياسر. نعطيو الفيتامين دي على مدة شهرين ولا ثلاثة ولا ساعات في فصول الشتاء باش نتفداو هكا الحالة هذه. وسألتنا دكتورة على الوجيعة اللي في حفرة ظهرها كما نقولوا، واحنا اسكو تنجم تكون مربوطة بهشاشة العظام ولا لا؟ هي تحكي على وجيعة في ظهور في أسفل الظهر، وجيعة تكثر عليها كي الدنيا تبرد، كيف تتعب، كيف ما نعرف شنو الحالات الأخرين. هذوما أوجاع معناتها تخلينا نخمو أكثر في الأخطخوص، في الاحتكاك الغضروف اللي تعطي العلامات هذه. كما قلنا احنا في بداية البرنامج اللي هشاشة العظام ما تعطيش أعراض، ما تعطي أعراض إلا عند الانعكاسات، يعني عند الكسور، كسوا كسور في السلسول ولا في الأطراف. يعطيك الصحة دكتورة، نحاولوا نكملوا مع آخر تليفون. معنا سارة من المستير، مرحبا بك سارة. عسلامة يا عايشك، الله يخليك. مرحبا بك. أوكي تفضل. مرحبا مرحبا. بربي نحب نسأل الدكتورة اللي عندي تو نحكي عندها برشا، اللي صوابعي وفاس ياسر التكتك وخذ نحنا قرش قبرش. الحكاية تو عندها أكثر من 8 سنين، يعني عندها حكاية قديمة برشا. تو كل ما نزيد نكبر، تو عمري 30 عام، كل ما نكبر كل ما نحس الحكاية تزيد. ولات إذا ما ترشخش صوابعي ولا ما نتكتكش انفاسي يوجعوني، خاصة كي نقوم من النوم الصباح نقوم موجوعة على الأخر بالفاسي معناها وصوابعي الحكاية الماما اللي مقلقتني لك ستريسية قدام العباد، ما نحملش اني نقعد ما نطرشقش صوابعي لاني نتقلق قدام العباد، فهمتي؟ ومع اني عندي صغار عليها ولات تقل الحكاية، ولات مفاصلي ديما توجع فيا، نوصل حتى دبوزة مثلا ما نجمش نحلها بصوابعي، فهمتي؟ ما نعرفش هذا عنده علاقة بهشاشة العظام ولا لا. باهي باش تجيبك الدكتورة، تفضل دكتورة. الأعراض اللي أنت تشكي منهم هي أعراض تمس المفاصل. وأنا في أول برنامج قلت لكم اللي هشاشة العظام هي مرض ما يمسش المفاصل، هو مرض يمس العظام، الكتلة العظمية اللي هي تضعف عند الإنسان وتؤدي إلى الكسور. المشاكل اللي أنت تحكي عليها هي مشاكل مفاصل، وعلى مستوى أيدي يمكن عندك احتكاك على مفاصل الأيدي، لاختخوز نتاع المفاصل في الأيدي، تعطي هكيكة في الأعراض التكتيك، وتعطي خاصة في الصبح الصلابة والليبوسة هذيك اللي واحد بالسيف ما يتحرك. ولذا لازمك تعمل تشخيص، لازمك تعمل صور على أيديك، تشوف طبيب مختص في أمراض المفاصل، وبقدرة ربي أن يعطيك العلاج اللي يرتحك وينقص لك المشاكل. فما شكون يسأل فينا الدكتورة هل الدواء اللي تعطى لهشاشة العظام ينجم يأثر على الكبدة؟ دواء هذايا في هو معناتها ما شفناش اعراض على الكبده بيان سور. احنا ما اذا كان قبل لا نبداو الدواء لازمنا نعملوا شويه تحاليل بيولوجيه نشوفوا معناتها المريض عنده شي مشاكل، الصحه العامه نعملوا تحليل وظائف الكبد، وظائف الكلى، نعملوا السكر، نعملوا نفاس، نعملوا نشوفوا فماشي التهاب، نعملوا يعني تحليل بسيط
اللي لازم يكون يتعمل بصفة معناتها أوتوماتيكية عند كل مريض كل سنة. إذا كان لقينا مشاكل في وظائف الكلى الكبد ولا الكلى نبعثوا للمريض للطبيب المختص في هذا المجال ونشوفوا نشخصوا المرض قبل ما نبدأوا العلاج. ولكن إذا كان لقينا التحليل كله لبس عليه ما فما حتى مشكل باش نبدأوا العلاج. يسألوا فينا الدكتورة زيدة أسكو العلاج الطبيعي ينجم يعاون في هشاشة العظام ولا لا؟ علاج طبيعي ما يقويش في الكتلة هو ولكن يجم يعاون يرتح في الأوجاع. مثلا إذا كان واحد عمل تسمون فيرتبغال دونك اون فراكتور في العمود الفقري إذا كان تعدت لا فاز ايغو معناتها البيريود اللي فيها أوجاع قوية ياسر نجموا نعاونوا مع الدويات المضادة للأوجاع والالتهابات نجموا نعاونوا بالعلاج الطبيعي هو ينفع من لا يضر. يعطيك صحة دكتورة على توضيحات هذه الكل. كنت بحضنا الدكتورة نهال مدب أخصائية في أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم الله يخليك يعطيك صحة. سينو هل أنه هشاشة العظام صحيح تجي للنساء أكثر من الرجال وكان جاوبت الدكتورة وقالت يجيب للنساء أكثر من الرجال. مبروك الخلود البيجي هي اللي ربحت معنا باك برودوي 200 من هدي إلي لابوغاتوار إس في آر تلقاو فيه جولي موسونت سيكافيت بلوس وكريم موس بلاك.